مرحبا، انا اسمي محمد الغدران. عمرك زرت عجلون؟ شو بتعرف عن قلعة عجلون؟ كونوا معنا بالحلقة الأولى من برنامج لف الأردن معنا. مرحبا، يعطيكم العافية. احنا هلا وصلنا محافظة عجلون وراح تكون انطلقتنا من القلعة. احنا الان على مدخل قلعة عجلون على ارتفاع حوالي 1100 متر. نحن نعانق القدس ونحن نعانق الجولان في سوريا. هذه القلعة تطل على 3 دول، على سوريا، على لبنان، على فلسطين شمالا وغربا. طبعا الان بتلاحظوا جبل الشيخ في لبنان هذاك، وبعد الجبل الاخضر واضح قدامنا. بعد شوي بنشاهد هذا البناء قبل 900 سنة. سميت هاي القاعة قاعة أيبك نسبة الى المهندس اللي بناها. في الماضي كانوا يقومون فيها باجتماعات عسكرية وكان يدرس فيها الجامعات الطب. في الحاضر قاموا الأثرياء بعمل حفلات زواجهم فيها وصور فيها عدة مسلسلات مثل مسلسل امرؤ القيس وسمرقند. يمكن من هذا المنفذ قتل أكثر من 1000 جندي تحت هذه القلعة، لأن تكتيكياً هذا المنفذ يمكن إطلاق السهم به على الأعداء دون أن يروك. في قلعة عجلون، الآن نطلع على أعلى قمة في منطقة عجلون. محافظة عجلون هي محافظة سياحية بالدرجة الأولى، مختلف أنواع السياحة اللي بتشتمل على السياحة البيئية والزراعية والسياحة الطبيعية والتاريخية والأثرية. عجلون فيها أكثر من 250 موقع سياحي وأثري، أهم هذه المواقع موقع قلعة عجلون الموجودين فيه حاليا، إضافة إلى عدة مواقع إسلامية ودينية ومسيحية. هناك موقعين للسياحة الدينية بعجلون من أصل 5 مواقع بالأردن، موقع كنيسة سيدة الجبل وكذلك موقع مار الياس الديني الأثري. وإحنا الآن على أعلى مرتفع في القلعة، وهي تطل على سلسلة الجبال التي تطل على قلعة عجلون، ومن الجهة الغربية تطل على سلسلة جبال بيت المقدس. أنا عن نفسي إنه كنت لما أزهق أطلع برا الأردن، بس اليوم جيت على محافظة عجلون وقلعة عجلون استكشفت عجلون أكثر، فالواحد لازم يلف الأردن ويتعرف عليها أكثر. التراث الأردني يتواجد فيه أكثر من قطع تراثية أردنية مثل الملابس المطرزة يدويا، ويتواجد فيه قطع تراثية صناعة يدوية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. عندك أهم الصناعة؟ عندنا مطرزات يدوية بنعملهم مشاغل وبنعرضهم بالسوق الحرفي مثل الشنطات، المحافظ، أي إشي يعني يدوي، لبساط كمان وشغلات تانية. يا سيدي إحنا شغلتنا هون بقلعة عجلون الرسم، إحنا رسامين بنرسم على الرمل ونرسم على البراويز وعلى القماش ونرسم بالسكينة وبنرسم بالريشة ومختلف الألوان. طبعا الشغلة الماشية معنا هون للسياح بكيفوا عليها لأنها خاصة بالأردن، اللي هو شغلة الرمل. هذا الرمل، رمل الصحراء، نرسم فيه طبعا هاي الالوان الموجوده قدامكم، هاي كلها من صحراء الاردن، بوادي موسى وادي رم. اذا لفيت داخل الطبيعه بتلاقي كل الالوان الموجوده قدامكم واكثر. في أبرز المواقع الدينية والأثرية في مدينة عجلون،
ألا وهو مار الياس، ويوجد في هذا الموقع كنيسة اسمها الكنيسة الكبرى، وقد بنيت 700 قبل الميلاد. ناس وصلنا محمية غابات عجلون، تأسست في عام 1989، تم تأسيسها بهدف نشر الوعي البيئي والحفاظ على الأشجار النادرة مثل البطم والإجاص البري. كثير الحلو بالرحلة انك اكتشفنا اشياء جديدة وعرفنا اشخاص جديدة، تعرفنا على ناس وجربنا كل شيء. وبشكر رياض ومدارة جامعة الزرقاء ان اعطونا هاي الفرصة. شكرا لرياض ومدارة جامعة الزرقاء، شكرا للأستاذ احمد ابو الشيري اللي اعطانا هالفرصة نطلع مع المدارس ونجرب هالتجربة الحلوة مع المصورين ومع الأستاذ اسماعيل، وعرفونا على قلعة عجلون والمحمية. الحمد لله انه نهينا كل شيء بإشي حلو كثير وجريء في مخيم راسون. في ناس كثير بتروح على تركيا، بتروح على مناطق بعيدة عن الأردن، وأنا من الناس اللي كانت تسافر برا الأردن كثير، سافرت بس أنا ما كنت أعرف ولا إشي عن عجلون ولا إشي، بس هاي أول مرة باجي على عجلون وبكتشف فيها أشياء جديدة كثير مثل تسلق الجبال والإنزلات. وأنا بشكر مدارس جامعة الزرقاء إنهم أتاحوا لي هاي الفرصة بمشاركة ببرنامج لف الأردن معكم.